بسم الله. دلوقتي عايزين نضيف التكلفة للتايم لينير. طبعا ممكن تضيف تاسك تاسك وتبدأ تعمله اتشمنت العناصر، او ممكن اجي هنا اقول له اوتو اد تاسكس واروح قايل له ضيف لي العناصر كلها. طيب عايز اخليه يشوف التكلفة، هاجي هنا واقول له فلوس كلهم واروح معلم على الليبر كوست والاكيوبمنت والسب كونتراكت والتوتال كوست. مجرد ان انت تكتب القيمة هو تبدأ تحسبها. لكل العناصر فيبدأ يكتبها لي هنا التوتال كوست. وبعد كده بعد ما حطينا كل القيم نيجي هنا في السيموليت اقول له سيتنج، عايز اضيف سطر هنا اقول له نيو لاين واقول له اللون مثلا خليه بلو واقول له كوست خليها التوتال كوست. اوكي اوكي وابدا اعمل المحاكاة. تبدا تظهر الفلوس. لو شلنا الاوفر رايد ديت هيبدا من اول يوم الشغل وهيبدا يقول لي التكلفة هتبقى قد ايه.